مايل يا غزيل تيرارارام يا غزيل مايل مايل لك ميولي قايل لك ايولي ولاسقك فنجان قهوه وعامل لك تبولي اهمل لك يا غزيل اه يا غزيل يا غزيل تحب تربح معنا برشا كادوات لازمك تبعث اس ام اس راو تنقول لكم بعد شنو عنا باك قيمته 1,500,000 من عند ارتيزان كرياتيف باك 1,500,000 ما لازم العرس الكل ريدوات وبرشا فازات ونابيت حاسيل ودارك الكل من عند ارتيزان كرياتيف 1,500,000 تحب تربح عمره للحنينه لميما اي معانا تحب تربح كهربا تويوتا ما نفري تولي ايفون الو شيكيفارا ريجيمي شريكيباو تليفون ايفون فواياج تركيا برشا فازات اواميس المعون وهذوكم كله زهازات انت تفرش فيا يا مزمزات حوته معانا اي تربح باك كامل معون من عند اواميس هذوما الكل تربح منهم ولا تنجم تكون تربحهم الكل انت واختك وامك وبوك العائله الكل تبعثوا ان على 85 8 8 5 وتجاوبوا على الاسئله كما قلت لكم ان على 85 8 85 وتربحوا لازمكم تربحوا معنا الكادوات والفازات كرهبه وعمره وفواياج تركيا وباك من عند ارتيزون كرياتيف و انت زاد تحب تربحها؟ سايدة كوب ليكزيجون عندنا هنا في الكوجينة سايد وسايد وميل يا غزيل تيرارارارا يا غزيل ميل تميل صحيح وقت اللي تربح كي تبعث ان على 85 8 8 5 ان كيما ناصر ان على 85 8 85 ام ناصر ديما الربح معاها اها أم نسير في الكوجينة تعمل لنا جو وتزهينا روسيتات ماكلة بنينة وبرشا فازات صحة لنا أم نسير سبورتيفا ترفع الثقل بودي بيلدينغ تيك توكات نوستالجية برشا خرافات وريقين كبير تي ماما مية شنو هذا وزير وتياتر ويت برش أدوار سيناريو ويت موزيكا معاها أوريجينال ولا تحبي لا مود والشوتينغ الريق والفازات واللبسة والميكلا والسبور كل شي كل شي كل شي حليت لي راهي الحلقة الكون إلى جمالك مشتاق مشتاق والعالم كله لكم عشاق والعالم كله لكم عشاق الكون إلى جمالك مشتاق مشتاق والعالم كله لكم عشاق والعالم كله لكم عشاق تعرف يا شقرون شقرون انسترومو ولا محليه الملوف بالبيانو ها زيدنا ترى نسري ديما نمشي لها على الصباح نسري نمشي لدار عمتي في زغوي واد الكنز كنت صغيره نسخف ما كنز نخرج للشارع نبدا هكا نغزل زعما كنز هنا زعما كنز هنا هو طلع واد الكنز
فما زاد فيها واد القلب جرادو في جبل والعبيد عايشين كينك في أتين أثينا لا غريس تشبه شوية دي رويل هكية صغار ناس الكل يخدموا عيشتهم عمل في ديارهم المرأة تدخل كوجينة تحط فطور وليداتها وترجع تشد بلاصتها تكتف 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 الحلفة والعسل ملا عسل وملا بنا عسل متاع الجبل في زغوي جرادو القمح الشعير النعمة كل خير موجود نتفكر وقتها في الشتاء الدنيا تبدأ باردة 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 جلاس يجي بابا بالكهرباء أي حضرتوا الحويج مريقلين ونطلع في الكهرباء ويلمها على بعضها بنت خاتي منجية ومرو بنت خات ساسية وهيلة بنت خاتي زهرة وبناويت زينة الكل ونطلعوا مع بابا نرميو الجريري والمخادد ونتغطاو وسيكالنا ويرمينا في حمام الزريبة ويدخل هو حمام الرجال نبداو نمشيو بعد ساعات نغمض عيني نتخيل روحي وكأني أميرة في المملكة متاعي ساقية هكا طويلة فما نافورة البرة وهكية بلايس ونحط حويجنا كما السدة هكا والله من شفنا هكا وشريكنا والنافورة نعمل هكا يديا نشرب ماء بنين 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 حاجة ما تتخيلو هيش وكالساقية ذيكا ممشى الماء يخلط لهنا سخون يهبل ندخلو ماما تقول ناي البني سامي بسم الله بنيت بكر تدخلوش هكيكا ندخلو مرة الأولى دخلت بشليكتي قلت عليها كي وليت نزحلق كيني ركبة في فلوكة ولو نحيتك شليك على دار الجنب ودخلت مع البنات الميلة هنا وإحنا نعوم وفك الميل نمشي داخل فما كجيبية بيسين كلها من داخل حجر 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 كي تمسي ديك هكا تتحرق ماء سخون يحرق ماما تقولي أقرأ القرآن وهبتوا فك الماء تو فجأة يولي بارد ويولي سوبورتاب هنا ندوخ فيها الحكاية دي ما فهمتهاش شو معناتها ماء يحرق وبعد تدخل بسم الله الرحمن الرحيم ويولي ويولي ونعوم حتى ببيت صغار هكا يهزوهم قلك الدواء وشفاء ماء مبارك وتلقى شمع هكا هابط يرشقوا الشمع ويبدأوا معروسة بعد 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 والحنة والبخور يولي عجعج أوف ويرميوها فك الجيبية سقيت بدا فك الحجر بعد نخرجوا تبدأ ماما تحطنا هكا قدام أوف نحكوا لبعض نظوراتنا ونخرجوا احنا صغيرات نلبسوا دباشنا نخرجوا لبرا نلقاو مرأة قاعدة هكا على كرسي تقول هاي البنات هاي صبي هاي يعملوا عريف نبداو نغزر هكا واو موندو آخر يهب هذا الكل هو في حمام الناس كل مع بعضها لا فما مطهرة ولا فما سكر باب على شختي عليها كيكا وعارك باللصت لا ولا حتى شيء الناس كل قاعدين هكا يا راس وذنبة راس وذنبة الناس كلها تحك صابون الأخضر وكسطل وعبي الماء من غادي ويجا من هنا
اون امبيونس قعدت لي في الذاكرة وانا صغيرة. عاد تتكلم ليلى بنت عمتي تقول انا جعت انا خالي كيفاش نعملوا يا خالي، يقولها بابا حاضرين مريقلين كملوا العرف وهني البرا نستنى فيكم ويكماندلنا المشوي. جو كبير نخرجوا هكايا كتفي وناكلوا المشوي ونشدوا ثنية ونروحوا زغوين عيون عيون. واحنا صغار كانوا يحكيونا يقولونا فما أميرة ولا أنا حسيتها أسطورة الحقيقة، أما بعد كي تعديت شفت الحناية وكنت عدى في باردو هذا دار خالي قبل كانوا يسكنوا غادي الله يرحمه خالي سالم الراكن الحجر شوية هنا وشوية غادي، يقولوا ذيك قبل كانوا يجيبوا الماء حكمت عليهم عهد الرومان أميرة، قالت لهم تجيبوا الماء من زغوان الكرتاج. وقداش قعدوا باش يبنيوا هذاك الكل؟ ها عجوبة وكأنه مونيمون هكايا كي تراه عرس 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 عقويس عقويس، ونتخيل هكا نغمض عيناي الماء يجري من زغوان حتى الكرتاج. كل حلمة أما قالك يظهر لي بالحق. الربيع يربع تبدا ريحة النسري تعطرق، واو قطار يقطر يزي من الحس يزي من مكلة الورقة غادي. يا عمر عايش ولدي ماكش صايم انتي؟ صغير هو حقا يشتهي وشفتوه كعك قد ما تاكل ما تشبعش، هذا معمول بالنسري وين نمشي لزغوان نبدا نسري باش ناكل كعك الورقه ونبدا نتفرج كيفاش يحلوا فك الورقه بالقلقال. كنت نسخايب قبل القلقال معناها يقطع ويريش قلقال، هذاك قلقال جيب لي القلقال شنو نجيب العبد قلقال معناتها ليه اللي يحلوا بيه الورقه تاع الكعك. بابا لي عزوز سيدي علي عزوز يا بابا بعد المقام فما حوينت 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 اما هما ديار. عاد كي نمشيو للزياره شكل العلوش محليه نلقاهم عاملين ذبيحه زردة. نمشيو بعد خاتي مريم ام اسكندر ندخلوا للمقام نقراو فاتحة ونخرجوا نلقاو الكوجينة حافلة عامرة العلوش تذبح والزردة حضرت وزغرتو هيت الصبية خلي يغسل الماعون وهيت تبدأ الحركة فك الزاوية. كي نخرجوا من غادي نلقاو الديار ديار ديار يهبلوا يبيعوا في الكعك. كي تحط الكعبة في فمك تذوق نودكم ولا نشهيكم عالم زغوين. الزريبة هز التليفون يمكن عم محسن يطلب فيك حل لهم الباب حل. خل نمشي يا جماعة جاب نمشي الكوجينة وش نهز معايا الصحن خاطر كان خليه لهنا حطوا في جيبهم الجماعة وانا نخاف عليهم لكروشهم بعد توجعهم لازم ياكلوا الشربة والبريك وياكلوا الماكلة متاع زغوين قبل. كانوا فما لمزيغ يطيبوا في ماكلة بنينة ياسر وبعد قهوة عربي فهمتني شقرونة معمل انتي يا هم يقولوا كوبي وانتي تحط في الساك تروح عادة للجماعة تهنى جابوا لك بايت عيدك تهنى
جماع قراو لك حسابك الكرم والجود تتعدى تقول لهم ذوق بدولك باكو بلاش. سمعنا الغنية الشبيبة ذيك اللي ديما في المقام نسمعوها تاع سيدي علي عزوز. اذبح جاتي غزالة بابا علي عزوز الله يا رجالة سيدي علي عزوز يا بابا. خلينا نمشي للجماعة يا عدلين. أما ذي يهزوا الخاتم والجاي وانت بايتك غادي شه تبارك الله منظرو شهي. Thank you.